هو الصداع التوتري. النوع الثاني من الصداع مشهور جدا 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 الصداع النصفي. الصداع النصفي اللي هو اسمه صداع الشقيقة. صداع الشقيقة ده اسمه باللغة العربية، باللغة العربية اسمه صداع الشقيقة. في البلدان العربية المحيطة والمجاورة دايما بيقولوا عليه صداع الشقيقة. احنا في مصر هنا دايما بنسميه الصداع النصفي. صداع النصفي بيصيب نصف الدماغ، يعني نلاقي الواحد نصه يقول لك انا نصي ده دايما بيجيلي فيه صداع، يبقى مصحوب بزغللة، ممكن الواحد يشوف قبليه فلاش نور كده بيضرب في عينيه، ممكن يشوف سحابة سودة قدام عينيه، ممكن يشوف حاجات بتنور وتطفي قدام عينيه. ده قبل الصداع على طول. أثناء الصداع ممكن الصداع يكون مصحوب بميل للقيء، يقولك أنا حاسس أن نفسي غم عليا، عايز أرجع طول الصداع، عايز أرجع بس مش عارف أرجع. وممكن ساعات المريض يرجع، وساعات يقول أنا لما برجع بستريح، بحس أن حدة الصداع بتقل شوية. ساعات الصداع بيبقى مصحوب كمان باحمرار في العين، والمريض يحس ان الصداع نبض، يقول لك نقح في دماغي، نقح في دماغي، حاجه بتخبط، شاكوش بيخبط في دماغي طول الوقت. المفاجاه اللي عايز اقولها لحضراتكم ان ساعات الصداع النصفي ما بيبقاش نصفي، يعني بيبقى في الدماغ كلها، ومع ذلك بنسميه نصفي او شقيقه، لانه في كتير من الاحيان ممكن يبقى الصداع في الناحيتين، ما يبقاش في ناحيه واحده، ومع ذلك نسميه الصداع النصفي او صداع الشقيقه. النوع ده من الصداع ممكن نوبه الصداع الواحده تقعد حوالي 3 ايام، ممكن تقعد ساعات قليله، وممكن تكمل لحد 3 ايام. تخيلوا المريض 3 ايام هذا الصداع العنيف الشديد قايم نايم بيه، يعطل حياته، ممكن ما يروحش شغله، لو طالب ما يروحش مدرسته، ما يروحش الجامعه بتاعته، وممكن لو راح شغله او راح مدرسته ما يبقاش مركز، يبقى طول الوقت حاسس انه مش مع الناس خالص من كتر ما الصداع مأثر على قدرته على التركيز وعلى التفكير. النوع ده من الصداع لازم عشان نشخصه اول حاجه ان احنا نروح لطبيب المخ والاعصاب. طبيب المخ والاعصاب لما ياخد التاريخ المرضي ويبص على المريض ويعمل الفحص الاكلينيكي ويتاكد من سلامه العين وسلامه النظر وسلامه الابصار وسلامه الاذنين والفحص الاكلينيكي للجهاز العصبي، يقدر يقول له ده صداع نصفي. هل لابد من اجراء اشعه على المخ للصداع النصفي؟ مش لازم. لو الطبيب متأكد ان ده صداع نصفي او صداع الشقيقة، مفيش داعي ان هو يعمل له رنين مغناطيسي على المخ. لكن لو الدكتور مش متأكد قوي في الحالة دي، ممكن الدكتور يطلب اشعة رنين مغناطيسي على المخ. طيب لو انا مريض صداع نصفي وعملت اشعة رنين مغناطيسي على المخ، هلاقي ايه في الاشعة؟ مش هلاقي حاجة، هلاقي الاشعة سليمة تماما. ليه؟ لان النوع ده من الصداع لا ينتج نتيجة مرض بالمخ، مفيش مرض معين في المخ هو اللي عمله، بتبقى عبارة عن اضطرابات بسيطة في الدورة الدموية المخية. الاضطرابات دي بيبقى ليها حاجات معينة بتستفزها. يعني ايه حاجات معينة بتستفزها؟ نسميها بالانجليزي كده مايجرين تريجر. يعني ايه تريجر؟ يعني الحاجة اللي تفور الصداع، تخلي الصداع يحصل مرة واحدة. الحاجات دي بيبقى المريض على دراية بيها، وبيقول انا لما بعمل كذا بيجيلي الصداع، لما باكل أكلة معينة بيجيلي الصداع. هو في أكلات ممكن تجيب الصداع النصفي؟ آه طبعاً. زي إيه مثلاً؟ المأكولات المحتوية على المواد الحافظة، الشوكولاتة، الفراولة، الحاجات الكاند اللي هي المعلبات، الحاجات المعلبة، الأكل الصيني تشاينيز فود، الحاجات دي كلها ممكن تزود، الجبنة القديمة، الفول، الزبادي، الحاجات دي لأنها محتوية على مادة تعتبر مادة بتحفز المخ لحدوث الاضطرابات اللي بتحصل فيه مع الصداع النصفي، فبتؤدي لحدوث الصداع. المادة دي اسمها تيرامين. تيرامين المادة دي موجودة في الجبنة القديمة، موجودة في الزبادي، موجودة في الفول، اللي هي الزبادي والفول أكلات رمضان، وعشان كده الصداع النصفي بيزيد أكتر في رمضان. مش بس بيزيد بسبب الأكلات دي، بيزيد كمان بسبب الجوع، لأن أحد العوامل اللي بتؤدي إلى حدوث نوبة الصداع النصفي الجوع، الحر، الإرهاق، النوم الكتير، النوم القليل. تخيلوا حضراتكم حتى النوم الكتير ممكن يعمل صداع. في نوع من الصداع مشهور جدا اسمه صداع نهاية الأسبوع، بنسميه ويك اند هيدك. يعني الواحد يبقى شغال طول اليوم، طول الأسبوع كويس جدا، رايح شغله، رايح جاي على الشغل زي الفل، يجي يوم الأجازة، اليوم اللي عايز يرتاح فيه، اليوم اللي عايز يرفه عن نفسه فيه، يلاقي نفسه صداع ماسكه طول الأجازة. السبب في الصداع ده؟ السبب تغيير عادة النوم بتاعته، إن هو في الأجازة عايز ينام أكتر، بيقعد في السرير فترة أطول، فده يعمل اضطرابات بسيطة في الدورة الدموية المخية تؤدي إلى صداع نسميه ويك إند هيدك، يعني الصداع بتاع نهاية الأسبوع. كتير بيحصل للمرضى النوع ده من الصداع. نرجع تاني للصداع النصفي والمحفزات بتاعته. قلنا بعض الأكلات، الجوع، الحر، الإرهاق،
الإجهاد، النوم الكتير، النوم القليل، الدورة